ذكرها أبو عبيدة في خطابه الأخير. زمن انكسار الصهيونية قد بدأ، ولعنة العقد الثامن ستحل عليهم، وتنبأ بها قبله الشيخ أحمد ياسين. أنا أقول إن إسرائيل بائدة إن شاء الله في القرن القادم في الربع الأول منه، وبالتحديد أنا بقول 2027 بتكون إسرائيل مش موجودة. لماذا هذا التاريخ؟ لأنني أؤمن بالقرآن الكريم. القرآن حدثنا أن الأجيال تتغير كل 40 سنة. في 40 الأولى كانت أن نكبة، في 40 الثانية بدأت أن انتفاضة ومواجهة وتحدي وقتال وقنابل، في 40 الثالثة تكون النهاية إن شاء الله تعالى. فرضيات تاريخية تتحدث عن زوال إسرائيل بسبب لعنة العقد الثامن، فما المقصود بها؟ سأحدثكم. بداية، هي لعنة تثير التشاؤم بين الإسرائيليين أنفسهم. ففي العام الماضي عبر رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك عن مخاوفه من زوال إسرائيل قبل مضي 80 عاما على تأسيسها، واستشهد بالتاريخ الذي قال إنه يفيد بأنه لم تعمر لليهود دولة أكثر من 80 سنة. باراك قال في مقاله الذي نشر في صحيفة يدعوت أحرانوت الإسرائيلية إن تجربة الدولة الصهيونية الحالية هي الثالثة، وإنها الآن في عقدها الثامن، وعبر عن خشيته من أن تحل بها اللعنة.